لا اذا امين مباراه فريق الوداد بتوي اولمبيك ريبكا مازالت متواصله فبص اعدادي اللي كياخذوا الفريق الاحمر قبيل توجه للقاهره مواجهه الاهلي المصري. الوداد في الشوط الثاني قطع تعديل الكفه ركب وكتصبح النتيجه 1-1 بين فريق الوداد اولمبيك ريبكا. الموقع هو العائد صفوف الوداد معاود كان معار لفريق شباب الريف الحسين. على العموم اجواء مناسبه بعد رياح خفيفه اللي كتعرفها او اللي كيعرفها المعسكر مدينه بوسكوراد منتجع السياحي. الحديث ايضا مثل المستمعين الكرام الوداد كان اختفى وقت السابق جدير المباريات الاعداديه امام فريق المغرب الفاسي. بدايه كان ملعب برجيكو كان هذا الوداد بجوج صفر وانتصار العريض بربعه اللي كان انتصر به فريق الوداد البيضاوي في مدينه الرباط. اليوم المواجهه اللي كتجمعوا بفريق اولمبيك خريبكا اللي قلت الوداد بعد نهايه هذا التربص يعني مباشره بعد نهايه المباراه غيتوجه لمدينه الضربه في انتظار توجه القاهره يوم الخميس يعني الثاني عشر ظهرا. المواجهه امام الاهلي غتكون يوم الاحد في 9 مساء بتوقيت المحلي للقاهره المصريه. الحديث على مباراه اليوم يعني كيفوز مع امين واحد من الاسماء اللي غادي تغيب على الصفوف ديال الوداد مباراه الاهلي المصريه. الامر كيتعلق بيونس المنقري. يونس مرحبا بك على راديو يونس. مباراه اليوم الغياب يعني شفنا كما حضرش يعني في التدريب ديال الوداد كتابع المباراه يعني من خارج ارضيه الملعب. العطاء ديال عناصر الوداد استعدادات ترتيبه في وصلت التفاصيل ديال شنو كتوجدوا للمباراه ديال الاهلي. بصراحه الحين طب بالنسبه للمقابله ديال اليوم فهي مقابله استعداديه ف خصوصا الغياب ديالي فاللاعبين اللي ما يكونش اليوم يشاركوا في المقابله الاهلي فهما داروا واحد الحصه تدريبيه في الصباح والحمد لله فاللاعبين فهما قايلين واحد المقابله اللي في المستوى كلشي كيعرف بدايه ديال الموسم فهي تكون صعيبه والحمد لله العطاء ديال اللاعبين جيد. نتمنى من الله اننا نكونوا في استعداد كامل في المقابله ديال الاهلي اللي هي مقابله مصيريه. المقابله المصيريه التفاصيل ديال السنه ديالكم يونس بعد معسكر بوسكورا يعني كيفاش كانت هذا الاسبوع اللي قضيته بوسكورا؟ بالنسبه للاسبوع فهو كان شاط كان تقريبا 9 ساعات في اليوم اللاعبين فهم واحد في الأولياء فجميع اللاعبين فهم في التربو بشكلية والحمد لله نتمنى من الله أن نتمنى جيد ونجيب واحد النتيجة إيجابية باش نعاودين أن نبداو الوسط أفضل بواحد الارتياح. الغياب ديالك إلى جانب نفسي كنعرفو نفسي العقوبة ديال التوقيت على الخلفية ديال مباراة مالديفي والغياب ديالك أنت لجامعة إنباري الغياب شنو كنت تحدد عليه وأيضا يوسف الثلاثي ديال اللي انضم لفريق الوداد حاليا الامر كيتعلق بيسير الحال العمراني وايضا اللاعب يوسف القدري يمكن يكون على المواقع. فالمجموعه ديال الوداد فهي مجموعه في المستوى فالرغبية ديال اللاعبين تشكل فريق الوداد البيضاوي فنتمنى من الله ان اللاعبين اللي جاو للفريق البيضاوي انه يحالفهم الحظ ويقدموا واحد الاضافه للفريق البيضاوي ولماذا ان هذا الموسم انا نحقوا شي لقب ان شاء الله. ان شاء الله. اذا جوز اخر سؤال مواجهه فريق الاهلي المصري كنعرفوا الاهلي هو اللي متوج بلقب ديال الدوري المصري على حساب الزمالك في المعطيات يعني الاهلي متوج بلقب المستوى ديالو تبعنا انا من الزمالك تبعنا مجموعه مباريات اخرى يعني فريق اللي كيقاوم حتى لاخر دقيقه امام المنافس. بطبيعه الحال في هذا الاسبوع فمع المدرسي بالتفصيل فتفر الناس في المقابلتين في المقابلة الأخيرة اللي صار الزمالك مع الأهلي والحمد لله فاللاعبين تنشوفوا نقد الضعف ونقد القوة. أنا شفت مباراة اللي لعبها الأهلي مع نادي السموحة اللي واحد من الأندية ديال مؤخرة الترتيب يعني آخر فريق يعني في الترتيب وكان الأهلي منهزم بجوج نقاط يعني في 49 الأهلي منهزم بجوج نقاط واستطاع عودة النتيجة وتعادل يعني وكان محتاج الأهلي بأنه على الأقل يخرج تعادل باش يبقى عنده حضور منافس على اللقب. يعني واش شفتوا هذه المباراة ديال السموحة؟ لا شفنا المقابلة ضد الزمالك فكيف تعرف الجميع فالدوري المصري فهو في الشوط النهائي ديالو فتنظن أنه هذا عميل غادي يساعدنا كيف تعرف الجميع فاللاعبين في آخر الموسم فتيكون واحد الحياة على عكس فريق ميدان البيضاوي اللي غادي يكون في البداية ديال الموسم ديالو أنها تكون واحد شوية ديال القهوة البدنية تنتمنى من المجموعة أنها تكون كاملة وكذلك اللاعبين يجب انهم ينسجموا بسرعه مع اللاعبين القدامى ونحققوا واحد النتيجه ايجابيه باش نخففوا الكره المغربيه. اذا شكرا لك يوسف مقاري على كل هذه التفاصيل. ذكر امين يعني صعود ديال فريق الوداد بدون الشوط الثاني فات يعني تم الحفاظ على اغلبيه ديال اللاعبين. في المقابل تم اضافه جوج ديال الاسماء معاويه اللي هما سجل هدف ديال التعادل وايضا فريد طلحاوي العائد لصفوف فريق الوداد البيضاوي في مواجهه ذلك فيعني لاحظنا ايضا
يعني من خارج وقال ارض الملعب يعني متابعه ديال اللي قلت رائد ايضا الفريق الوداد البيضاوي مصطفى العلاوي اللي انضم الفريق الوداد البيضاوي في انتظار التأهيل ديالو باش المشاركه رفقه الفريق الاحمر في انتظار مستجدات اخذ تفاصيل وفعاليه المباراه اعود اليكم.